أسعد الله أوقاتكم بكل خير من نشرة الأخبار الموجزة والبداية من كورونا. فقد سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم أكثر من 1500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ومعظمها كانت في العاصمة فيينا، وإضافة إلى ذلك 11 حالة وفاة. قال فولفغانغ مكشتاين وزير الصحة النمساوية الجديد بأنه لا يؤمن بتنفيذ مشروع الجواز الأخضر بحلول نهاية شهر مايو بدون تنظيمه على مستوى الاتحاد الأوروبي. ومن المفترض استخدام الجواز الأخضر كأداة للوصول إلى مختلف مناحي الحياة بحيث يشمل الملقح والمختبر والمتعافي. واعتباراً من 19 من مايو يمكن استخدامه لدى مصففي الشعر، وسيكون تقديم نتيجة اختبار سلبية أو دليل على التعافي من كورونا أو شهادة تطعيم كافية للوصول إلى مراكز اللياقة البدنية أو المطاعم أو المرافق الرياضية. إضافة إلى ذلك يجب وصل الجواز الأخضر بكود رقمي مع رمز الاستجابة السريع كخطوة ثانية، وفي خطوة ثالثة سيتبع جواز السفر النمساوي أيضاً الأوروبي، وسيؤدي ذلك إلى تنظيم السياحة في الصيف. أعلن المستشار النمساوي سبع سينكوتس ومدير جامعة فيينا الطبية ووزير التعليم عن افتتاح مركز أبحاث للطب الدقيق في حرم مشفى أكها، بحيث سيتم توفير مساحة ل 400 باحث وسيتم رقمنته بالكامل. وقال كوتس إن الاستثمار في الأبحاث جزء مهم من خطة الحكومة، ووفقاً للمعلومات يجب أن يتم تمويل قيمة المركز البالغة 75 مليون يورو من صندوق التعافي الأوروبي بحلول عام 2026 بهدف النقل السريع لنتائج البحث العلمي من أجل المنفعة الفورية للمرضى. قامت وزارة الصحة النمساوية بتشديد قيود الدخول بشكل أكثر صرامة للأشخاص الذين يأتون من الهند، وذلك نظراً لانتشار طفرة فيروس كورونا B.1.6.N7 في الهند. وقالت الوزارة اليوم الاثنين أنه بناء على طلب من وزارة الصحة لا توجد حالياً رحلات جوية مجدولة مباشرة بين الهند والنمسا، ويجري حالياً فحص الأشخاص الذين يصلون عبر وجهات وسيطة أو ما يعرف بالترانزيت. وفي نفس الوقت تجري النمسا حالياً محادثات مع السلطات الهندية بشأن عرض المساعدة والدعم في التعامل مع الوباء هناك. ومع ذلك تواصل وزارة الخارجية في فيينا تقديم نصائح بعدم السفر غير الضروري. انتشر على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي قرار لوزارة السياحة بالنمسا بالسماح بدخول السائحين من كل دول العالم إلى النمسا بداية من شهر مايو المقبل. وبذلك ردت وزارة السياحة النمساوية عبر تويتر أن البلاد مغلقة أمام السياحة الخارجية، وأن الأمر يتعلق فقط بالمطاعم والسياحة الداخلية، في حين كشف موقع وزارة السياحة النمساوية عن أن البلاد في حالة إغلاق حالياً، ويطلب من جميع المسافرين الحصول على تصريح السفر المسبق قبل التوجه إلى النمسا، كما يحتاج القادمون إلى الحجر الصحي عند الوصول وإظهار اختبار كورونا سلبي. أظهرت دراسة أن نسبة المهاجرين في العناية المركزة بسبب كورونا في المستشفيات تصل إلى أقل من 20%، بينما وصلت نسبة المواطنين النمساويين إلى 88% خلال فترة عام. وتبين أن المهاجرون هم أكثر تأثراً بكورونا، ويرجع ذلك إلى ظروف المعيشة الضيقة والحواجز اللغوية وندرة وصول المعلومة إليهم أو بسبب أمراض سابقة يحملونها. وقد دخل ما مجموعه 5790 شخصاً للعناية المركزة من 1 يناير 2020 إلى 28 من فبراير 2021 بسبب كورونا. وقد ظهر من خلال فرز الجنسيات أن هناك قرابة 8% من الأفغان و 9% من كوسوفو و 10% أتراك و 4% من الألمان. قال الرئيس النمساوي ألكساندر فان دير بيلن بمناسبة حلول الذكرى السنوية لأكبر كارثة نووية في التاريخ، وهي التسرب من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا،
قبل 35 عاما قال أنه لا توجد محطات طاقة نووية آمنة وأن المستقبل يكمن في الطاقات المتجددة. وأضاف أننا نتذكر كيف أن السحابة المشعة وصلت إلى النمسا بعد نحو 3 أيام وانتشرت في أجزاء كبيرة من أوروبا. وذكر الرئيس أن النمسا كانت واحدة من أكثر المناطق تضرراً بشكل خاص في عام 1986، وحتى بعد 35 عاماً من الكارثة لا تزال التربة في النمسا ملوثة بالإشعاع. وأكد الرئيس على رفض النمساويين استخدام الطاقة النووية في وقت مبكر يعود إلى عام 1978، لافتاً إلى القناعة بضمان مستقبل خال من الأسلحة النووية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم على إنفو قاعد لنكتب المعرفة. كنت معكم أنا ريم، إلى اللقاء.